بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي لغات، أو الصف الثالث الإعدادي آسف. معكم مستر طه الغيطي من قناة ذكي الحساب والماس. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد أول مراجعة من مراجعات الوحدة الأولى. هنبدأ ناخد شوية مراجعات كده كأسئلة أكمل على الوحدة الأولى. ربنا ييسر كده، هما بإذن الله 44 سؤال أكمل، أسئلة امتحانات، فنركز مع بعض كده علشان في أفكار حلوة. هنا بيقول لي اختر الصحيح من بين القوسين إذا كان س ضرب ص بتساوي 2 و1 و2 و3 و2 و4 فإن النون س. قلنا قبل كده، أو أنت عارف إن قبل كده، إن النون س ديت معناها، نجيب بس كده لون واضح، نون س دي معناها عدد عناصر الس. عدد عناصر السين. هو قال لي هنا سين ضرب صاد، بدأ الأول بالسين، يبقى هنا الزوج المرتب الأولاني، هنا اتنين وهنا اتنين وهنا اتنين، قال ده ما اتغيرتش، يبقى الاتنين جت مرة واحدة، أو الاتنين جت في كله، يعني كم رقم هنا اللي هو الاتنين بس، الرقم اللي جه هنا في الزوج المرتب أو المسقط الأولاني هو الاتنين بس، يعني كده كم رقم؟ رقم واحد، يبقى ده رقم واحد. أنت فاهم الحتة دي؟ فاهم الحته دي؟ هنا بيقول لي انا عايز عدد عناصر السين، هو فين السين؟ فيها اتنين. طب ماشي، وايه كمان؟ واتنين. قال لا، ده هي نفس الاتنين. ماشي، وايه كمان؟ اتنين. الاتنين ده كام رقم؟ هو رقم واحد، رقم واحد، يبقى هيبقى واحد. الداله داله سين، سين تربيع ضرب سين ناقص 3 الكل اس 2 ضمن الدرجه الكام؟ طبعا انت عارف ان هنا سين اس 2، دي سين اس 2 بسين تربيع، وفي هنا كمان سين تربيع، وفين في الوسط هنا في ضرب، ركز في الحته دي قوي. يبقى هنا سين تربيع مضروبه في سين اس 2 برضه بسين تربيع، يبقى سين تربيع في سين تربيع، سين تربيع في سين تربيع بتساوي سين اس 4، يبقى كده الداله دي من الدرجه كام؟ من الدرجه الرابعه. النقطه سالب 4 و3 تقع في الربع ايه؟ تقوم عامل كده الشبكه التربيعيه، فين سالب 4؟ بنجيب من محور السينات الاول، هنا موجب وهنا سالب، سالب 4 هنا، وال3 فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق، يبقى ده الربع الكام؟ الاول الثاني. ده الربع الاول وده الربع الثاني وده الربع الثالث وده الربع الرابع، يبقى هنا هيكون الربع الايه؟ الثاني. اذا كان داله س بيساوي س زائد 3 فان داله سالب 2، كلمه داله سالب 2 يعني هنعوض عن الس بالرقم اللي جوه القوس، بالرقم اللي جوه القوس. هنا عندك هنا سالب 2، يبقى هنعوض عن الس بسالب 2، هتبقى هنشيل الس ونحط مكانها سالب 2. سالب 2 موجب 3 او 3 ناقص 2، ببدا بالموجب عشان تبقى سهله بالنسبه لي، 3 ناقص 2 بيديني كام؟ 1. طب هنا بيقول لي إذا كانت س فيها المجموع 3 أو العنصر 3 والصاد فيها 4، تمام، عايز إيه؟ قال لي فإن النون، نون هي رجعت لنا تاني، نون ديت يعني عدد عناصر، عدد عناصر الس مضروبة في الصاد، يعني كم رقم؟ كم رقم مكتوب في السين؟ في السين هو رقم واحد. هتقول لي مثلا ده هو 3، لا هو كم رقم عامة، هو كم رقم؟ رقم. وهنا كم رقم؟ رقم برضه، بقت واحد في واحد بيديني إيه؟ واحد. إذا كانت النقطة س ناقص 5 و7 ناقص س تقع في الربع الثاني فإن س، قيمة الس هنا بكام؟ نركز مع بعض قوي قوي كده. معنى كلمة إن هو يقع في الربع الثاني يعني الإشارات هتكون إيه؟ الربع الثاني أهو، يبقى هنا إحنا بنجيب محور السينات الأول هو السالب، ما هو ده الجزء السالب، ده الجزء السالب، وده فوق، يبقى كده موجب. يبقى لازم المسقط الأولاني ده يطلع لي سالب، ولازم المسقط التاني ده يطلع لي موجب. ده معنى الكلام. طب مين الرقم من هنا اللي طلع لي ده سالب وفي نفس الوقت يطلع لي ده موجب؟ رقم من هنا في الاختيارات اهو. انت عندك هنا 3 ناقص 5. هنجيب الاختيار الاولاني 3 ناقص 5 يديني سالب 2، ماشي قشطه. خش على هنا 7 ناقص ها 3 برضه، نعوض عن السين ب 3 برضه يديني 4، يبقى طلع بالموجب هو ده. يبقى هو ده. هتقول له مستر هو يعني عشان الاول، طب تعالى نجيب الخمسه كده، س ناقص 5 يديني كام؟ 5 ناقص 5 يديني كام؟ صفر، انا عايز رقم بالسالب، مش هتنفع الخمسه. 7 ناقص 5 كام؟ 2، ده طلع بالموجب. 9 ناقص 5 كام؟ 4، ده طلع بالموجب. انا عايز الرقم لازم يطلع لي بالسالب، هيكون ايه؟ 3. اذا كانت 3 و5 بتنتمي ل 3 و6 ضرب س و8 فان قيمه الس، قيمه الس هنا هتطلع كام؟ بقول لك س 3 و5 ادي 3، يبقى لسه الايه؟ الخمسه. جا هو حتى جايب لك الضرب الاولاني اللي هو 3 و6 هيكون مضروب في الخمسه.
هيكون مضروبة في كام؟ في الخمسة. مجموعة صور عناصر مجال الدالة، المجال، صور عناصر المجال، يعني اللي قصاد المجال هيكون المدى، هيكون المدى. احفظها دايما، صور عناصر مجال الدالة اللي هو الايه؟ المدى. إذا كانت دالة س، وطبعا المدى ده جزء من الصاد. إذا كانت دالة س بتساوي 4 س زائد ب، ودالة 3 بتساوي 15، فإن قيمة الباء معنى الكلمة دهيت إن أنت هتعوض عن السين ب3 باللي جوه القوس، وفي الآخر تساوي بال 15. ركز عشان دي لازم تيجي في الامتحان. هتعوض عن اللي جوه، عن اللي السين بإيه؟ باللي جوه القوس ده اللي هو الثلاثة، وتساوي في الآخر ب 15. أهو هنا 3، بس هنا في مضروب في بعض، 3 في 4 ب 12، هتبقى 12 زائد الباء اللي جنبيها وأساويها بكام؟ بال 15 ديت. بعد 12 زائد إيه؟ يديني 15، أو تودي ال 12 دي الجهة التانية بالناقص. بقى بتساوي 15 ناقص 12 بقى بتساوي كام؟ 3. بقى بتساوي كام؟ 3. إذا كانت النقطة س ناقص 5 و3 ناقص س، حيث س تنتمي للصاد، ماشي، تقع في الربع الثالث. برضو تعال نشوف الربع الثالث ده إيه؟ الربع الثالث أهو، يبقى ده بتجيب من هنا الأول، بتجيب من هنا الأول سالب، وهنا برضو في الربع الثالث هنا إيه؟ سالب. الجزء ده كله على بعضه سالب، يبقى ده سالب وإيه؟ وسالب. يبقى لازم نطلع نطلع المسقطين بسالب. تعال نجرب كده، 2 ناقص 5 سالب 3، ماشي. طب تعال ناخد نفس الاثنين، 3 ناقص 2 1، مش هتنفع الاثنين. ليه؟ انا عايزها بسالب وسالب. 3 ناقص 5 سالب 2، طب 3 ناقص 3 0، مش هتنفع برضو. 4 ناقص 5 بسالب 1، طب 3 ناقص 4 بسالب 1، يبقى هي دي طلعت لي بسالب. إذا كانت س فيها المجموعة 3 فإن النون، نون يعني عدد عناصر السين، السين تربيع يعني س في س، س في س، عدد عناصر السين هنا كام؟ 1. عدد عناصر هنا السين كام؟ 1، يبقى 1 في إيه؟ في 1، بيديني كام؟ 1. في طلبة كتير جدا ممكن يجي يقول لك إيه؟ س تربيع يبقى 3 و3 و3 مع نفسها، بس جايب لك هنا نون يعني عدد عناصر. إذا كانت دالة س بتساوي 3 ودي دالة ثابتة، فإن دالة 20 على دالة 4. دالة 20 على دالة 4 دي دالة ثابتة، هتعوض عنها بال 20 هتطلع برضو ب 3، وتعوض عنها بال 4 ما اللي جوه القوس ده بعوض عنه بس مش موجود سينات، بتطلع هي نفس القيمة 3. بقت 3 على 3 يديني كام؟ 1. ماشي. إذا كانت الدالة حيث دال حيث دالة س بتساوي 5 زائد 4 يمثلها خط مستقيم يمر بالنقطة 3 وباء. برضو هنعوض عن السين بإيه؟ بالمسقط الأولاني ب 3. هنعوض عن السين بالمسقط الاولاني اللي هو بكام؟ ب 3. تعالى كده هنكتبها هنا، 5 س زائد 4، وجاب لنا المسقط او الزوج المرتب 3 وباء. هنعوض عن السين ونساوي في الاخر بالباء، 3 في 5 ب 15 زائد ال 4 وساوي بالصاد اللي هي الباء، قلنا الباء ديت اللي هي دالة س. بقت الباء بتساوي كام؟ 15 زائد 4 يديني كام؟ 19. طيب اذا كانت النقطه س و7 بتنتمي لمحور الصادات، تنتمي لمحور الصادات، فإن قيمة السين، معنى بينتمي لمحور الصادات معنى كده إن السين دهيت بصفر، على طول كده يبقى السين بإيه؟ بصفر. طب لو جه قال لي سينات يبقى الصاد بصفر، العكس، العكس. إذا كان دالة س بيساوي س تربيع يبقى فإن دالة 3 زائد دالة سالب 3، هنعوض عن السين ب 3، 3 أس 2 9، وهنا برضو سالب 3 هنعوض عن السين برضو بتربيع، يعني سالب 3 في سالب 3 برضو بيديني 9، يديني كام؟ 18. إذا كانت نون س بتساوي 3 ونون س ضرب ص بيساوي 12، نون س يعني عدد عناصر الس بكام؟ ب 3، ونون س ضرب ص يعني إحنا قلنا الس ديت ب 3، 3 في إيه بيديني 12، 3 في 4 يبقى هي دي. إذا كانت س بتساوي 1 و3 و5 وكانت عين دالة على س وكان بيان العين بيساوي 1 أ و3 وباء و1 و1 و5 فإن القيمة العددية للمقدار أ زائد باء. خلي بالك هنا العلاقة على نفسها، السين علاقة على نفسها، دالة على نفسها. قال لي هنا جاب الواحد مع الخمسة، خلاص كده شيله، الواحد مع الخمسة خلاص كده ماشي. يبقى التلاتة دي هتيجي مع مين؟ مع المين؟ مع مين؟ مع مين؟ مع مين؟ ها؟ يوم ما تيجي مع مين؟ مع الخمسة. والواحد هيجي مع مين؟ مع التلاتة. بقت 5 زائد 3 يديني كام؟ 8. مع العكس اللي مش موجود بجيبه. إذا كان أ وأ تنتمي لبيان الدالة حيث دالة س بيساوي 2 س ناقص 3 بتساوينا فإن قيمة الأليف، ما قلنا هو ديت هنعوض عن الس نعوض عن الصاد بس، هيبقى 2 هنا س، هي 2 في أ ب2، 2 في أ ب2 أ ناقص 3 دي زي ما هي وهساويها بالصاد اللي هي دالة س دهيت، دالة س دي عن الصاد بأ.
الالف دي تروح الجهه التانيه بعكس الاشاره، هتبقى اتنين الف، الالف دي هتخش جوه بالناقص، والتلاته دي تروح الجهه التانيه بالموجب. اتنين الف ناقص واحد الف يديني الف، والتلاته زي ما هي، يبقى الالف قيمته بكام؟ بتلاته. غصب عني ان انا ببقى سريع شويه، لان طبعا الفيديو بياخد وقت. شوف احنا قعدنا 10 دقايق، الفيديو عشان يتعمل مونتاج ويترفع على اليوتيوب بقى صعب جدا. اذا كان النون سين بيساوي 3، يعني عدد عناصر السين ب 3، والصاد فيه 4 و5، دي بقى مش عدد عناصر الصاد، ده ديت الزوج المرتب ذات نفسه او اللي حصل الضرب. فان النون سين ضرب صاد، نون سين يعني عدد عناصر السين مضروب عن عناصر السين، عدد عناصرها كام؟ 3. في عدد عناصر الصاد كام؟ هتقولي 4 و5، لا يعني عد كام رقم، ادي رقم وادي رقم، يبقى 2، يبقى الاثنين في 3 ب 6. اذا كان س كعيب وص زائد 3 بيساوي 1 وجذر 4، هنساوي المسقط الاول فهنا س ناقص ص، فهنا المسقط الاول ما هنساوي بالمسقط الاول اللي هو س اس 3 بتساوي 1. هناخد الجذر التكعيبي، يبقى س الجذر التكعيبي الواحد بواحد. ده الجزء الاولاني يعني من المساله. طب لسه بقى ص زائد 3 هساويه بالايه؟ بجذر 4. ديت اصلا ب 2، بقت ص زائد 3 جذر ال 4 ب 2، جذر تربيعي 4 ب 2. بقت هنا الثلاثة تروح الص او الثلاثة تروح الجهة الثانية بالايه؟ بعكس الإشارة، بقت 2 ناقص 3 يبقى ص بتساوي سالب 1، يبقى قيمة الص بسالب 1. بقت 1، قال لي هنا س ناقص ص، ركز ركز في الحتة دي قوي هيوقعك. الس بكام؟ ب 1، وهنا ناقص ناقص الايه؟ الص، الص بكام؟ بسالب 1. سالب وسالب يديني موجب، يديني 2. طلبة كتير يطمعك في المسألة يقول لك ايه؟ س ناقص ص، 1 ناقص 1 يديني 0، زيكو تاخد انت الزيكو. فتركز لان هو قاصد ان هو يوقعك، مش هيجيب لك مساله مباشره كده. ماشي، هنا بيقول اذا كان س فرق ص ضرب ص فيها الاحداثيات اللي قدامك دي او حاصل الضرب ده. ماشي، وبعدين قال لي ونون س ضرب ص بتديني 6، يعني عدد عناصر الس مضروب عن عناصر فعدد عناصر الص بتديني 6. عايز الس، الس فيها عناصر ايه؟ عايزك تركز. معنى كلمة س فرق ص يعني الأرقام الموجودة في الس واللي مش موجودة في الص، ده معنى الكلام. ده معنى الإيه؟ الكلام. الأرقام الموجودة في الس والأرقام اللي مش موجودة في الص. قال لك هنا الص، أنت عندك الزوج المسقط التاني ده بيعبر عن الص، يبقى الص ديت هيكون فيها إيه؟ الاتنين والتلاتة. يبقى عدد عناصرها كام؟ كده عدد عناصرها كام؟ كده عدد عناصرها كام؟ 2. عدد عناصرها كام؟ 2. يبقى اذا عدد عناصر الصاد ب 2، 2 في ايه بيديني 6؟ 2 في 3. مين هنا اللي مجموعته 3؟ هو ده، 3 عناصر. 3 عناصر عشان 2 في 3 بيديني كام؟ ب 6. عدد عناصر السي. اذا كانت داله س بتساوي 2 فان داله 3 ناقص داله 1. برضه دي داله ثابته. داله 3 بكام؟ هتطلع بنفس القيمه دي ب 2 ناقص. وداله 1 برضه هتطلع بنفس القيمه ب 2. داله برضه بنفس القيمه ب 2 لان دي داله ثابته. 2 ناقص 2 بيديني كام؟ 0. اذا كانت داله من س الى ص فان مدى الداله جزئيه من مين؟ مدى الداله لسه قايلها اصلا من شويه في الصفحه اللي فاتت، جزئيه من ص، جزئيه من ص. اذا كانت داله من س الى ص فان مجال الداله، مجال الداله من س الى ص هيكون الس، ولو قال المجال مقابل هيبقى الص، ولو قال المجال مقابل هيكون ايه؟ الص. إذا كان س ب 3 و4 والص ب0 فإن نون س برضه نون س، زهقنا منها بقى. عدد عناصر الس، كم عنصر في الس ب2 وكم عنصر في الص ب1؟ هتقول ده 0، ما هو عنصر، 2 في 1 ب2. إذا كان بيان عين أو بيان الدالة عين هو العلاقة قصدي هو 2 و3 و5 و1 و4 و6 فإن عين دالة مداها هو إيه؟ المدى اللي هو الرقم الأخير المسقط الثاني، 3 و1 و6 ده المدى، المدى المسقط الثاني. إذا كانت النقطة أ و 3 تقع على الخط المستقيم الممثل للدالة من ح إلى ح، حيث دالة س ب 4 س ناقص 5. بتقع على الخط المستقيم يعني بينتمي لبيان، يعني بيحقق المعادلة. نفس الشيء هنعوض عن الس ب أ بالمسقط الأولاني، 4 في أ ب 4 أ ناقص الخمسة وأساويها بالصاد اللي هي دالة س ب 3. دي تروح الجهة التانية بعكس الإشارة، 4 أ بتساوي 3 زائد 5. بقت 4 أ بتساوي 8، هقسم على اللي قدام الألف، بقت الألف بتساوي 8 على 4 فكام؟ فالاتنين، فكام؟ الاتنين. إذا كانت النقطة س وص تقع على محور الصادات، برضه
فإن 5 س زائد 1، معنى كلمة تقع المحور الصادات يبقى س بصفر، ده هنا هنقعد عنها بصفر، يبقى 5 بصفر في صفر، اتفضل لي إيه؟ 1، 0 زائد 1 1. طب لو كان عندي تنتمي لمحور أو تقع على محور السينات يبقى ص بصفر، اللي هي دالة س. إذا كانت إذا كانت الدالة من دالة السالب بيساوي 5 س، يمثلها بين خط مستقيم يمر بالنقطة إيه؟ طبعًا هنا باين قوي بنقطة الأصل. بنقطة الأصل. ليه؟ لأن مفيش جزء مقطوع من محور الصادات. إذا كانت دالة س بيساوي 3 فإن 6 دالة نص. هنعوض عن دالة نص، هنعوض عن السين اللي في نص. السين بنص. إيه ده؟ ده دالة دالة ثابتة، يعني هتطلع برضه بتلاتة. هتطلع بإيه؟ بتلاتة. هتقول لي ده بس دي نص، يبقى نص التلاتة. لا طبعًا. دي دالة ثابتة بتاخد نفس القيمة. نص بكام؟ بتلاتة. يبقى الدالة دي بكام؟ بتلاتة. بس قدامها 6 مضروبة فيها ب18. مضروبة فيها تبقى بإيه؟ ب18. إذا كانت س ضرب ص فيها الارقام ديت فان النون س، يعني عدد عناصر س، يبقى س اللي هو المسقط الاولاني اللي هو الواحد وهنا واحد، يبقى كم عنصر؟ واحد. اذا كان س ب2 و3 والصاد ب4 و5 فان 4 و5 بتنتمي لمين؟ 4 و5 دي بتنتمي لمين؟ هل يا ترى س ضرب صاد ولا صاد ضرب س؟ هي اصلا ال4 و5 موجوده عند الصاد، يبقى لما تنتمي لصاد تربيع صاد مع نفسها، صح ولا لا؟ ما تقوليش صدر بسين، لان السين اصلا ما فيش فيها الاربعه ولا فيها خمسه. طب الداله ديت كسرت الحدود من الدرجه الكام؟ اكبر اس الدرجه الرابعه، اكبر اس اربعه هنا ثلاثه باخد الكبير. اذا كان داله سين او زوج مرتب سين واربعه بيساوي ثلاثه وصاد، والنقطه سين وصاد تقع في الربع الثاني، فهنا سين زائد صاد الربع الثاني، الربع الثاني اللي هو ده هيبقى سالب وايه؟ وموجب. يبقى السين دي لازم تطلع لي بسالب، والصاد دي لازم يطلع لي بالايه؟ بالموجب. ده لازم الس بسالب ولازم الصاد بالايه؟ بالموجب. طب هنا بيقول لي مقياس س بيساوي 3، يبقى مين الرقم اللي كان جوه المقياس عشان في الاخر يديني 3؟ بس لازم يكون بالسالب، هيكون سالب 3. الرقم اللي هيكون جوه المقياس عشان في الاخر يديني 3 هو السالب 3. طب ما ينفعش مستر 3؟ ينفع 3، بس هو قال لي ان السين عايزها بالسالب، يبقى السين هنا قيمتها عندي بسالب 3. طب الصاد لازم يطلع بالموجب، لازم نطلع بالايه؟ بالموجب، اللي هو كام؟ 4. قال انا عايز س زائد ص، س زائد ص يبقى سالب 3 زائد ال 4، بقت 4 ناقص 3 يديني 1. حاصل ضرب ديكارت 2 في الاعداد الحقيقيه يمثل بيانيا بمستقيم يبر من نقطتين 2 و0 و 2 و0 وايه؟ اعداد حقيقيه، يبقى لازم يبدا ب 2 برضه، 2 برضه ب 2 و5. طب اشمعنى بقى اخدت 5؟ ما عشان مفيش مسقط تاني بيبدا بالاثنين الا هو. طب صفر؟ لا طبعا، هو بيقول لك بادئ من عند الاثنين. صفر ما ينفعش، ولا 5 تنفع، ولا بس المستر هنا جاي في 2 وهنا 2، انا بقول لك هنا بادئ بالاثنين، بادئ بالاثنين، هو لازم الشرط البدايه اه طبعا لازم ترتيب. اذا كانت داله س بيساوي 7 س ناقص نص، فهنا داله نص هنعوض عن الس بنص. اهو 7 في نص، 7 في نص ناقص النص. نص السبعة بتلاتة ونص، نشيل منها النص، اعمل على حسب تلاتة ونص نشيل منها النص، يتفضل لك ايه؟ تلاتة. يبقى انا عوضت عن السين بايه؟ بنص، واعمل على حسب. الشكل التالي يوضح المخططات السهمية لأربع علاقات، علاقة واحد واتنين وتلاتة واربعة واحدة فقط من هذه العلاقات ليس دالة. في هنا علاقة مش دالة، امتى اقول العلاقة دالة او مش دالة؟ دالة لو خارج من كل مسقط أول اللي هو قدامك ده سهم واحد بس، يخرج منه سهم واحد، لو خرج منه سهمين ما تبقاش دالة. ده سهم وده سهم وده سهم، دي دالة. ده سهم وده سهم وده سهم، دالة. هتقول لي يا مستر بس الباقي دي داخلة في الواحد مرتين، ويعني عادي، أنا بتكلم على الشرط أهو الأولاني. تعالى نشوف دي كده. التلاتة خارج منها سهم أهو وداخل فيها سهم. ماشي مش مشكلة، أنا لازم أشوف خارج منها سهمين. دي عشان ما تبقاش دالة. شوف هنا، هنا في اتنين دي ولا واحد؟ الواحد، الواحد داخل في نفسه، سهم داخل في نفسه وخارج منه كمان، او صفر تقريبا او حاجة زي كده، ده صفر. هو ده العلاقة، هتبقى العلاقة تلاتة، لان الصفر سهم داخل فيه وفي سهم كمان طالع منه رايح لمين؟ للتلاتة. يبقى خارج منه سهمين، يعتبر خارج منه سهمين. مش عارف بقى اذا كانت صفر ولا خمسه، ايا كان. اذا كانت 2 وسالب 6 بتنتمي لبيان الداله، يبقى هنعوض برضو، هنعوض عن دي بالسين ونعوض عن دي بالايه؟ بداله سين.
هنعوض عن السين، 2 في ميم ب2 ميم زائد 8 وسواء بدالة سين اللي هي بكام؟ سالب 6، دي تروح الجهة التانية بعكس الإشارة، 2 ميم بيساوي سالب 6 ناقص 8، يبقى 2 ميم ب2 ميم بتساوي، الإشارات متشابهة يبقى سالب 14، وما تقوليش موجب 14، أنت ما بتضربش. هقسم مع الاتنين، دي تروح مع دي، يبقى ميم بتساوي كام؟ سالب 7. ميم بتساوي كام؟ سالب 7. النقطة أ تقع في الربع التالت، فإن أ، النقطة أ تقع في الربع التالت، فإن أ أهو الربع التالت أول تاني تالت هيبقى سالب، وهنا برضو سوالب، يبقى سالب وسالب. فين فين هنا السالب والسالب؟ أهي سالب واحد وسالب واحد. طب قال لي هنا إذا كان 2 س و4 بتساوي 8 قصاد زائد 1، فإن جذر تربيع س، جذر تربيع س تربيع زائد س تربيع. هنعوض عن السين برضو، هنساوي المسقط الأول بالمسقط الأول، هيبقى 2 س بتساوي 8، يبقى قيمة السين كده بتساوي كام؟ 4. بقسم على الاتنين، وصاد زائد 1 هساوي بالايه؟ بالاربعه. هتروح جت تاني بعكس الاشاره، يبقى س بتساوي 3. عوض بقى، 4 في 4 ب 16 زائد 3 في 3 ب 9. خلي بالك انا ده تربيع، س تربيع، يعني 4 في 4 ب 16 و3 في 3 ب 9، اخد الجذر يبقى 25، ده 25 اخد له الجذر يبقى 5، اخد له الجذر يبقى كام؟ 5. تمام. إذا كان السين ضرب صاد فيها 1 و2 و1 و3 فإن النون سين تربيع. برضو عدد عناصر السين، السين اللي هو الرقم الأولاني، هنا 1 هنا 1، يبقى كده رقم 1. النون بقى يعني عدد عناصرها، بس 2 يعني 1 في 1 ب1. أ زائد 1 دي بقى خلاص بقى مش فيها مشكلة، دي برضو نون سين تربيع بيساوي 9، ونون سين ضرب صاد بيساوي 18، فإن النون صاد. نون س تربيع يعني ايه في ايه بيديني 9؟ 3 في 3، يبقى اذا الس ب3، ده عدد عناصر الس. وقال هنا نون س اهي 3، احنا قلنا 3، 3 في ايه؟ ما هو عايز الصاد يديني 18، 3 في 6 يبقى عدد عناصر الصاد كام؟ ب6. بكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، احنا خدنا جميع الافكار بتاعت الوحده الاولى كاسئله اكمل. ان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل المسائل المقاليه بتاعتها، وانتظروني برضو في حلقة للمسائل الصعبة اللي هي الرسومات اللي في الجبر، وان شاء الله هتبقى مراجعة بإذن الله مفيدة ليكم. اتمنى بس ان انتوا تعملوا لايك، ويا ريت تشيروا الفيديو، واشوفكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.